الضعف ديالنا والاحتياج ديالنا باش قبلنا وكنا نخدموا ونديولوا لوليداتنا ما ياكلوا. اليوم خرجنا الشارع 6 شهور هادي ما تخلصناش، وهذا الشيء راه بزاف على هاد الامهات. هاد الامهات كبروا ومرضوا، حنا عطينا في هاد المدينه فحشومه فاش كبرنا نتلاحوا بهاد الطريقه. السلام عليكم الاخوان، تحيه كبيره للاعلام اللي كيوصلنا، وكنتمنوا من الله الاعلاميين يجيو عندنا هنا بكادادا، لان محتاجين بهم باش الصوت ديالنا يوصل لابعد مدى ويوصل للشعب المغربي كامل. هذه رساله للاعلام كنوجهها. حنا اليوم في مدينه مكناس 500 ديال العمال كان تعرضنا لنصب واحتيال كبير من طرف الباترونا في 2015 فاش بغاو يتهناو من هاد العاملات وخرجوهم للشارع بلا حقوق. ذاك النهار هو كان نهار الانطلاقه لتشريد هاد العمال، واول حاجه بداو بينا فوتونا، فوتوا الشركه بالماده 19 وبدلوا لها السميه وقالوا لنا غتبقاو بحقوقكم. الفصل 19 كيضمن لكم حقوقكم، ضمان اجتماعي، الميتيال، الاقدميه، كل الحقوق ما ديال اللي المكتسبات ديالكم فراه هي كيتضمن بها الفصل 19. وهذا السبب علاش خلينا احنا الشركه تبدل من حسن النيه اننا والضعف ديالنا والاحتياج ديالنا باش قبلنا وكنا نخدموا ونديو لوليداتنا ما ياكلوا. مشينا في الفصل 19 فوتونا بالفصل 19 بقينا كنشتغلوا معاه واحد المده. بالنسبه للفصل 19 انا جايه للهضره، خدمنا معاه، درنا مجهودنا، يعني درنا اكثر من المجهود ديالنا، ولكن في الاخير استكشفنا انه 5 سنين ديال الضمان الاجتماعي ولا ميتيال والضمان، خمس سنين ديال الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، 5 سنين ديال الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية كيقطعهم منا من الفيش دو بي، من البرا ديال الخلاص، وما تيخلصش علينا، ما تيديكلاريش صندوق الضمان الاجتماعي بينا، كيديرها في جيبو، كيديرها في جيبو علانية، عينا ما نديكلاريو السلطات وداك الشيء، عينا ما نديكلاريو السلطات وهذا بأنه راه ما تيخلصش علينا، كيقطع لنا وما كيخلصش. لا أذن صاغية، تيقولوا لنا صندوقكم عامر، ما يسكتوا بلاتي، ولكن أنا صندوقي ديال الضمان الاجتماعي عامر، ولكن أنا ما كنستافدش، ما كنستافدش من الماتيرنيتي، ما كنستافدش من المرضي، ما كنستافدش لامو، ما كنستافدش لأنه ما تيقطع لي ما تيخلصش، ما كنستافدش من التغطية الصحية، اللي عنده شي عملية ما يمكنوش يديرها، اللي عنده شي دواء ما يمكنوش يدفعها، واخا أنها كتقتطع له. ومع ذلك صبرنا 5 سنين وحنا خدامين، والضمان الاجتماعي لا ميتية لا حتى شي حاجة، ومع أنه كيتقتطع ولينا كنخدموا حتى ولينا قابلين بالأجر، أجر جردونا حتى بقينا غاديين غير بالأجر، هما بقاو غادي تيفوتونا من واحد لواحد من واحد لواحد. قرأ عليها سد الشركة في سلا، الشركة في الرباط، واليوم جاي يسد هاد الشركة، وهذا هو الغرض علاش جابوه كباترون. تا هو قبلنا وخدمنا معاه، هذاك عاوتاني جاب استراتيجية أخرى اللي هي دخل بقى تيفرغ الشركة من الداخل، فرغها، فرغ الشركة كاملة، فرغها من لي فورنيتور ديالها، فرغها من الحديد، تيبيع لها فيراي، كيبيع الترونسبورا، فاش سلام البيع ديالها وفرغها من الداخل، ولا كيقول ما عنديش باش نخلصكم، ما عنديش الضمان الاجتماعي، ما عنديش، كتسمعي منه غير ما عنديش، ولكن هذاك ما عنديش، تيقولها للعميل، ولا كنخدموا فابور، وإنما تنتفاجئوا بأنه جابوك كمدير، ولا فوتوا له الشركة ولا باترون تاوا ديالها. انت كتقول ما عنديش، مين جاتك فلوس
باش شريتي انت الشركه ب 4 مليار ديال الدرهم، مع انه الدوله فاش وقفنا في 2018 الدوله عطات الدعم، عطات الدعم باش ردونا 400 مليون تقريبا ديال الدعم اللي عطات الدوله، فلوس الدوله عطات باش هاد الناس تستمر في العمل ديالها. ولكن ديك فلوس الدوله عطاتها وما تبعتهاش، تعرف واش هذيك الفلوس تعطاش باش الشركه تستمر؟ مشات، ما استفدناش منها احنا. واليوم احنا الضحايا ديال الباترونا والجبروت ديالهم. اليوم خرجنا الشارع 6 شهور هادي ما تخلصناش، 6 شهور هادي ما تخلصناش، 6 شهور هادي وحنايا صابرين، 6 شهور هادي ما تخلصناش، 6 شهور هادي وحنا صابرين لا ضمان اجتماعي لا خلاص لا حتى شي حاجه. دونك هاد الناس هادو شنو المصير ديالهم؟ لا حتى واحد في المسؤولين ديال مدينه مكناس كيدير شي حل اللي هو ملموس. حتى واحد كلشي كيتفرج فينا، كلشي كيتفرج فينا. حنا كنناشدو المسؤولين اللي عندهم غيره على هاد المدينه وعلى هاد البلاد الشريفه اللي فيها هاد الشعب المكافح الصبور. بغينا هاد الناس ينوضوا من الكراسه ديالهم ويخرجوا لارض الواقع للشانطي ويشوفوا المعاناه ويشوفوا هذا المشكل ويوقفوا عليه، لانه خاصو حل، وخاصو حل جذري، وخاصو حل معقول. وهذا الشيء راه بزاف على هاد الامهات. هاد الامهات كبروا ومرضوا 40 عام 30 عام. انا ما غاديش نعاود لك الكلام اللي قالك اخت، فانا حاولت نختصر لك. شوف كل وجهه وحده غتشوفها الزع، كل 500 ديال العاملات، كل عامله من موراها اسره. فهاد الشيء راه ماشي معقول. حنا دورنا العجله ديال مكناس من كنا صغار، وحنا كنعود ندوروا العجله الاقتصاد مكناس. حنا عطينا فهاد المدينه فحشومه فاش كبرنا نتلاحوا بهاد الطريقه. اللهم من هذا منكر. واليوم هاد البلاصه هاد الارض فاش حنا جالسين هو بغى يدير فيها عمارات تابع لهذا البروجي اللي جاء راه هو. فاليوم الا بغى ارضه باش يدير فيها عمارات من حقه، ولكن انا عطيته عمري وخدمت معاه احنا وهاد الامه باش دار شركه فرع هنا، باش دار شركات بزاف. اذا الا ما بغانيش واخا ما يعطيني حتى عيا ما يوصلش لحقي. والله من هذا منكر. والسلام عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.